اتفضل. معايا تليفون مهم جدا معايا سياده السفير نزير النجاري، يعني سافرنا هناك في لبنان. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازاي حضرتك؟ معاك سيد عبد الحفيظ وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن حماد صدقي وكابتن اسامه حسني. اهلا وسهلا بالكباتن. اهلا بيك يا فندم. سياده السفير بشكر سيادتك طبعا على استقبالك للبعثه وكل شيء من صعوبات او اي حاجه قابلت البعثه هناك، فبشكر سيادتك في الاول على كده يا فندم. الله يخليك، ده واجبنا وده سعاده كبيره لما نقوم بده عشان النادي الاهلي. طيب قول لي يا فندم، يمكن اللقاء يعني مبروك ليك اولا ومبروك لينا. يعني طبعا احنا عايزين نقول الف مبروك للنادي الاهلي. اتفضل يا فندم. يعني اداء مشرف جدا ومستوى واضح انه مميز للغايه يعني، وتناغم كبير بين اللعيبه والعقل، كان مستمتع الحقيقه بمشاهده المباراه. ونقول مبروك يعني اداء كويس، ونشكر كمان الجانب اللبناني والنادي النجمه اللبناني على يعني حسن الاستقبال وعلى ان الامور مشيت بشكل جيد، والبعثه يعني موجوده معانا وكلهم يعني مبسوطين ومرتاحين، وان شاء الله كده دايما الاهلي في كل تقدم. طيب احنا علاقتنا بالجانب اللبناني طول عمرها كويسه جدا، لكن قول لي طباعهم، هل هم من الناس مثلا يعني احنا مثلا يعني كلنا اخوات وحبايب بالطبع، لكن دايما في الملعب بيبقى فيه بعض المناوشات، يمكن شمال افريقيا شويه اثناء المنافسه بيبقى الامر صعب شويه، هل الجانب اللبناني من نفس الاطار اثناء المنافسه في الملعب بيبقى عندهم انطباعات وحماس ممكن يفوق الحد او يبقى زياده شويه، ولا الناس واخده الموضوع عادي جدا؟ يعني ما فيش حاجة زادت عن الحد المتعارف عليه اطلاقا، يعني طبعا في حماس ناس يعني جايين يشجعوا النادي بتاعهم، لكن ما فيش يعني حاجة تتجاوز الحدود المعروفة. وبالعكس يعني في ناس كتير، النادي الاهلي هنا معروف وفي لبنانيين كتير اهلاوية يعني بيشجعوا الاهلي، لان النادي الاهلي طبعا ما هوش نادي يعني محلي مصري، ده نادي معروف عربيا وعالميا، وبالتالي لا حتى جزء كبير من الجمهور كان مهتم بينا وفي تعاطف، يعني كعرب في النهايه يعني في شعور بالقرب، يعني ما فيش هذا التوتر يعني اطلاقا. وبتيجي الماتشات اللي زي كده بتقرب اكتر واكتر، يمكن المباريات وكره القدم تحديدا هي دعم يعني لطيف ظريف جدا جدا من خلال المباريات. طب من خلال حضرتك النهارده وتواجدك في الاستاد، ويمكن قبل المباراه كل واحد طبعا ده حق مشروع، كل واحد احنا عايزين الاهلي يكسب، حضرتك طبعا بالتاكيد عايز الاهلي يكسب، الجانب اللبناني بيبقى بالتاكيد عايز النجم تكسب، ده وضع طبيعي يعني، لكن اثناء مشاهدتكم للقاء وانتم موجودين في الاستاد كان في كومنت مثلا ظريف لطيف كده بعد ما بدات النتيجه تبقى 4، ولا الدنيا ماشيه ازاي يا سياده السفير؟ يعني الناس الحقيقه كانوا بداوا يهنوا حتى بعد الجون الثاني والثالث، يعني بعض الناس قعدوا بيقولوا لنا مبروك واداء مشرف يعني من الجماهير اللي كانت قاعده حوالينا، احنا كنا قاعدين في المقصوره وكان في بعض الجماهير حوالينا في الدرجه الاولى، يعني كان كتير منهم بيهنينا بروح رياضيه، وطبعا في بعض الشباب اللي بيبقى يعني مشجعين الكوره الشداد يعني بيبقوا يمكن يعني شادين ورا الفريق بتاعهم، بس ده شيء طبيعي يعني. ده وضع طبيعي. كتير من اللبنانيين الحقيقه هنونا يعني بقلب يعني بعد الجون الثاني والثالث وبعد انتهاء المباراه، ودي الروح اللي موجوده بيننا وبين اللبنانيين، يعني احنا قريبين جدا من بعض يعني الشعب المصري والشعب اللبناني. ده حقيقي، انا كنت موجود في لبنان في 98، سنه 98 كان نهائي كاس الامم الافريقيه ما بين مصر وبوركينا فاسو، انا عايز اقول لك ان شوارع لبنان والله بلا مبالغه شوارع لبنان كلها كانت خارجه بعربياتها بيشجعوا منتخب مصر وهو بيقابل جنوب افريقيا، ده حقيقي في ربط وعلاقه قويه جدا ما بيننا وما بينهم. والروح دي ما زالت مستمره، يعني المساله دي ما يعني قائمه حتى اليوم يعني. سيادة السفير نزيه النجاري، شكرا جزيلا لحضرتك، سافرنا في لبنان، شكرا جزيلا يا فندم.